بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. تحت الرعاية السامية للسيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ الدكتور يوسف بن مهدي، وبالتنسيق مع ولاية تبسة، تنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الاحتفالات الرسمية بمولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حاضرة مدينة مجاهدة وعريقة، مدينة الشهداء والعلماء تبسة. وخير ما نفتتح به هذه الجلسة المباركة الطيبة آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا الإمام الدكتور عباس جابري إمام جامع الهجرة بهذه المدينة العامرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا. ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم نباء. بارك الله في شيخنا عباس جابري على هذه الكلمات الطيبة من أحسن ما يتلى وما يقال. ممثلا للسيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ الدكتور يوسف بن مهدي، يحل في هذه الولاية للإشراف على الاحتفالات الرسمية للجزائر باحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور رضوان معاش، صاحب الرفادة والضيافة السيد والي ولاية تبسة العامرة الأستاذ سعيد خليل، السادة أعضاء اللجنة الأمنية لهذه الولاية العامرة، السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية لولاية تبسة، السادة أعضاء البرلمان ممثلي المجتمع في ولاية تبسة للبرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، السادة أعضاء الجهاز التنفيذي من ممثلي القطاعات الوزارية، السادة أعضاء الجهاز المركزي لوزارة الشؤون الدينية الذين يحلون ضيوفا على هذه الولاية العامرة، السادة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة تبسة العامرة، السادة الحضور مشاهدي الأعزاء الذين يتابعون هذا البث المباشر للتلفزيون الجزائري في نقله لأحداث وفعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من هذه الولاية العامرة. بمحمد خبر المحامد يعظم وعقود تيجان القبول تنظم، فله الشفاعة والمقام الأعظم، فبربه صلوا عليه وسلموا. بعد آيات بينات من الذكر الحكيم نشنف أسماعنا في هذه الولاية العامرة وفي هذا المسجد الجامع القطب الذي يحمل اسما واحدا من أعلام الجزائر، جمع بين الجهاد وبين القلم، فكانت رسالته ثابتة كباقي أعلام هذا الوطن العزيز الذي كان ولا زال وسيظل بحول الله نضيبا معينا لرجال قدموا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تصدح حناجر هذه المدينة الفاضلة فأدعو للاستماع إلى نشيد يخلد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأدعو الفرقة الإنشادية من بئر العاتر في هذه الولاية العامرة والتي تسمي نفسها فرقة الأصيل، أصالة تصدح بكل عربي أصيل، مؤذنة بمدح للنبي صلى الله عليه وسلم. أدعو الفرقة الإنشادية إلى المنصة حتى تجود علينا بوصلة إنشادية تحت عنوان يشدوك بشدوك يا هزار الوادي، مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أدعو الفرقة الإنشادية إلى هذه المنصة العامرة حتى تشنف أسماعنا بمديح للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد خير الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم. مدح المادحون محمدا صلى الله عليه وسلم، وها نحن ننتظر الفرقة الإنشادية للصعود إلى المنصة لسماع النشيد المعنون أو مدحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشدوك يا هزار الوادي. أذكر سادة المشاهدين أن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تأتي قبيل الاحتفال بالذكرى 68 لاندلاع الثورة المباركة التحريرية التي استرجعنا بها السيادة الوطنية، والتي تأتي في غمار الاحتفال بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية على هذا البلد العامر، من هذا البلد الطيب العامر المبارك ومن الولاية المجاهدة. أترككم سادة المجاهدين إخوة الحاضرين من هذا المجلس المبارك للاستماع إلى هذا النشيد الذي ستشنف أسماعنا به. بسم الله. يا رب صل على النبي محمد، ما ناح طير الأيكة المتهى محمد.
محمد صلوا عليه. ما ناح طير الأيكة المتهادي إن الصلاة على النبي علامة إن الصلاة على النبي علامة للقلب للقلب تهديه لكل رشاد اصدح بشدوك يا هزار الوادي فالكون أشرق من جمال الهادي اصدح بشدوك يا هزار الوادي فالكون أشرق من جمال الهادي هذا الحبيب فيا سماء تزيني مثل الجمال وأجمل الأعياد هذا الحبيب فيا سماء تزيني مثل الجمال وأجمل الأعياد الرحمة المهداة من رب الورى المهداة من رب الورى عمت جميع الخلق بالإسعاد عمت جميع الخلق بالإسعاد اصدح بشدوك يا هزار الوادي فالكون أشرق من جمال الهادي اصدح بشدوك يا هزار الوادي فالكون أشرق من جمال الهادي يا كون هل شاهدت مثل محمد طول العصور وفي مدى الأماد يا كون هل شاهدت مثل محمد طول العصور وفي مدى الأماد فرد ولكن في الفضائل أمة فرد ولكن في الفضائل أمة خصاله تسمو على التعداد وخصاله تسمو على التعداد اصدح بشدوك يا هزار الوادي فالكون أشرق من جمال الهادي اصدح بشدوك يا هزار الوادي فالكون أشرق من جمال الهادي كرر على سمعي حديث المصطفى فحديثه يحلو على الترداد كرر على سمعي حديث المصطفى فحديثه يحلو على الترداد كرر على سمعي حديث المصطفى فحديثه يحلو على الترداد هذا الوجود جميعه بكم احتفى هذا الوجود جميعه بكم احتفى والمسك فاح بليلة الميلاد والمسك فاح بليلة الميلاد اصدح بشدوك يا هزار الوادي فالكون أشرق من جمال الهادي اصدح
صحب شدوك يا هزار الوادي. فالكون أشرق من جمال الهادي. صحب شدوك يا هزار الوادي. فالكون أشرق من جمال الهادي. حقيقة أن جمال الكون قد أشرق بجمال الهادي. لازلت الأفراح تتوالى على هذا البلد الطيب، وكنا قبل أيام قد احتفلنا باليوم الوطني للإمام الذي رسمه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وكما نحن في هذا البلد العامر تبسوا أهلها أهل الخير والكرم والجهاد في سبيل الله والعلم، تحتفي أيضا مساجد الجمهورية في ربوع الوطن الحبيب ببرنامج سطرته وزارة الشؤون الدينية عن طريق مديرياتها لثلاثة 58 ولاية. هكذا هي الجزائر، كلها تصدح في هذه اللحظات. ومما زادني فرحا وتيها واخذت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. في هذه اللحظات أدعو واحدا من أبناء هذه المنطقة الدكتور كمال العرفي ليقدم لنا محاضرة أو كلمة بهذه المناسبة الطيبة، مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فأدعوهم مشكورا مأجورا إلى المنصة ليشنف أسماعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف والوفد المرافق له من إطارات الوزارة، سيد والي ولاية تبسة المحترم، السلطات الأمنية والعسكرية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم جميعا بهذه المناسبة العظيمة المباركة، مناسبة مولد خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على إيلائها ولاية تبسة التنظيم والحفل الرسمي لذكرى المولد لهذا العام، وأشكر جميع الضيوف الكرام الحاضرين معنا في هذا المجلس الطيب المبارك. وبهذه المناسبة العظيمة أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذكرى ليوم واحد، هو يعيش في حياتنا كمسلمين، نعيش به ونعيش من خلاله لله تبارك وتعالى. فنحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة تتردد في أذاننا وتتردد في صلاتنا، ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم في كل يوم على الأقل مدة الصلوات. فعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة ممتدة متواصلة، وحق لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نكرمه وأن نجله وأن نعلي من ذكره، وقد أعلى الله تعالى ذكره. وحق له، وهو الذي جاء منقذا للبشرية، جاء صلى الله عليه وسلم وهو يدرك أنه
عليه هذه المهمة، هذه الرسالة الكبرى في محاولة إعادة البشرية إلى مكانها الأول الذي أنزل منها منه أصلها ووالدها وأبوها، إعادة الناس إلى الجنة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة الناس بالحسنى، حريصا على هدايتهم، حريصا على الرفق بهم، وهو الأمر الذي وصفه الله تعالى به في كثير من آياته. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرتقي بالإنسان إلى المستوى الذي يؤهله لكل قول كريم ولكل عمل عظيم. ولذلك فالقدوة به صلى الله عليه وسلم تتعلق بذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى به: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم رسالة الأخلاق ومكارم الأخلاق، كما عبر هو صلى الله عليه وسلم: جئت لأتمم مكارم الأخلاق. جاء ليرتقي بالإنسان في سلوكه، في عمله وفي معاملاته، في كل أحواله، لكي يكون الإنسان الصالح النافع الذي يعمر هذه الدنيا بكل خير، بكل فضل، بكل حسنى وبكل إحسان. لذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بوقته وجهده وحياته كلها لأجل إنشاء هذه الأمة التي تفتخر بالنسبة إليه والانتساب إليه والانتماء إليه. وهذه الأمة أيضا عليها واجب التضحية لكي تؤدي هذه الرسالة وهذه المهمة في هداية الناس، في بث هذا الإشعاع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تكون على المستوى المطلوب في أقوالها وفي أعمالها وفقا لما هداها إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدها. وخليق بهذه الأمة أن تكون شاهدة على الناس، إذا كانت خليقة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وهذا يقتضي أن تكون في المنزلة التي ذكر القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المناسبة العظيمة وبهذه الذكرى الكريمة، وأن يوفقنا وإياكم للسير على هدى نبينا صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكر الأستاذ الدكتور كمال العرفي على هذه الكلمات الطيبة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مدحه المادحون من كلام قل ودل كثر بإطناب وإسهاب، فإنه لا يفي المصطفى صلى الله عليه وسلم حقه. الكثير قد يقال، والكثير قد يصف، والكثير قد يحب ويتشوق تشنفا وتشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البرنامج الذي بين يديه قد وصلنا إلى فترة التكريمات، ولكن يعز على الإنسان أن يفارق وجوها كهاته. ولكننا نقول أننا نتكلم عن سلف قد مضوا، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. جاء من بعدهم خلف قدموا الكثير لهذا البلد ولا زالوا يقدمون. جزائرنا يا بلاد الجدد،
نهضنا نحطم عنك القيود، ففيك برغم العدا سنسود ونعصف بالظلم والظالمين، سلاما سلاما جبال البلاد، فأنت القلاع لنا والعماد. من منا في بيت من بيوتات الجزائريين لا يحفظ أبناءه هذه القصيدة، وهي المدرجة في برنامج تعليمي لوزارة التربية الوطنية. الكثير في هذا المجلس وسادة المشاهدين والمشاهدات قد رددوا معي هذه الأبيات. أتعرفون من قائلها؟ أتعرفون من ناسجها؟ نجتمع في هذا المجلس المبارك حتى نكرم عائلته ممن بقيت تحمل اسمه، والجزائر كلها تحمل وصفه. مجاهد جمع بين جهاد القلم وجهاد السيف، وحينما يجتمع جهاد السيف والقلم فإنه ينتج رجالا كالجبال لا تهزهم رياح. أتكلم عن الشاعر الكبير المجاهد رحمه الله محمد الشبكي. باسمكم جميعا إخوتي الحاضرين ومن يشاهدوننا على هذا البث المباشر، أدعو ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الفاضل السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور رضوان معاش، وصاحب الدار السيد والي ولاية تبسة العامرة السيد الأستاذ سعيد خليل، لنكرم جميعا باسمكم واحدا من أفراد هذه العائلة باسم الجزائر. فليتفضل ممثل وزارة الشؤون الدينية السيد الأمين العام مع السيد الوالي إلى منصة التكريم حتى نبدأ بأول تكريم، وهو تكريم إن دل على شيء فإنما يدل عن التفاتة لأصل عريق في مدينة تتابع عليها الرومان والبيزنطيون والعثمانيون، وها هي الجزائر الخالدة المستمرة عبر التاريخ تقدم هذا. أدعو واحدة من أفراد أسرتهم ليتسلم التكريم نيابة عن أفراد الأسرة. الجزائر بأبنائها، تفضل. الجزائر بأبنائها لا زالت تقدم الكثير، والتفاتتنا إليهم في ماض عريق إنما هي التفاتة صادق الوعد مستمر على العهد، وشعارنا في الجزائر عهد جديد يتمدد بحول الله تعالى إلى الخير وإلى السؤدد. هكذا هي تبسة العامرة مثال حي عن الجزائر العامرة بأبنائها التي لا زالت تقدم لهذا الوطن دما وقلما وجهادا وسيفا. أدعو السيد الأمين العام وسيد الوالي الولاية الفاضل للبقاء على هذه المنصة الشرفية للتكريم حتى نكرم الأول في كل فرع، فمديرية الشؤون الدينية قد قامت بإنجاز مجموعة من المسابقات. أدعو الفائز الأول من فئة 15 حزب الطالب عفيف عبد الرؤوف، وجيل يستمر بعد جيل من أجل القرآن الكريم، ونحن نتحدث عن بلد فيه من الحفاظ ما يقدمون الكثير لهذا البلد. مبارك للطالب 15 حزبا على أن تتم ب45 الباقية، كما قال الله عز وجل أن هذا القرآن الكريم شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء للصدور. أدعو الطالب الأول أيضا من فئة 30 حزب وهي طالبة تسنيم مرزوق لتستلم تكريمها أيضا من السيد الأمين العام والسيد والي الولاية، فلتتفضل مشكورة. وحتى نحن في الجزائر يتنافس أبناؤها وبناتها على حفظ القرآن الكريم، فنعم البنت التي تحفظه فهي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي العمة وهي الخالة، والتي تلد النصف الأول وتربي النصف الثاني. أدعو الطالب ليحضر نفسه سي عبد الرحمن عباس من فئة 45 حزبا، وترون معي سادة المشاهدين الحاضرين في هذا المجلس أن العد بدأ يرتفع لختام القرآن الكريم في منافسة هي خير ما يتنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نبارك للطالب 45 حزبا على أن يعدنا بإتمام 15 الباقية، فالله قد قال في القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أدعو الطالب الأول المتوج بفئة الحفظ على 60 حزبا للقرآن الكريم مروان دغبوج ليتسلم تكريمه من السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع سيد والي الولاية. إتمام 60 حزبا دراية وتلاوة ثم بعد ذلك عملا هو أمر مشرق في حياة الأمة، وهذا مثال في هذا الجامع العامر كباقي المساجد العامرة التي تقدم مثالا يحتذى به للحفاظ على القرآن الكريم، فالله عز وجل قد تكفل بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وما حفظه إلا بحفظ أهله. ننتقل إلى تكريم آخر
أتكلم عن الأول من فئة الحديث الشريف، أدعو الطالب أويس براس ليتسلم تكريمه. هكذا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم المحبة له، المحبة له عفوا، تحبه قولا وفعلا. أدعو الطالب خليل عباس أيضا الفائز الأول من فئة الشعر ليتقدم فيتسلم تكريمه من السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والسيد والي الولاية، وأشكرهما على وقوفهما معي على هذه المنصة. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، وهو آخر المكرمين وهو الفائز بحفظه للبردة وإنشادها، وهو الطالب الزبير كادي أدعوه ليتلقى تكريمه أيضا على المنصة الشرفية من السيد الأمين العام والسيد والي الولاية. فليتفضل مشكورا الطالب على حفظه وإنشاده للبردة، والتي كثيرا ما نعلم أبناءنا وبناتنا لها، وهي أحسن ما قال الأدباء أنها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أشكر السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور رضوان معاش والسيد الوالي المحترم لوقوفهما على المنصة، وأدعو تباعا السيد نائب أدعو نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، أو رئيس المجلس الشعبي الولائي كما كتب لي هنا، من ليكرم طالبين هما عين اليقين حركاتي، الطالبة عين اليقين حركاتي، فلتتفضل لتتسلم تكريمها، وهي الفائزة من فئة 15 حزبا، ونتمنى لها البقية في تتمة القرآن الكريم، فلها أجران أو أجور كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقرأ القرآن الكريم وهو شاق عليه. فلتبقى معنا على المنصة بارك فيكم الله حتى يتسلم الطالب أمير قصي بدري تكريمه أيضا من نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة العامرة. أبارك للطالب فوزه بالمرتبة الثانية من فئة 30 حزب على أن يتم 30 الباقية. كما أدعو باسمكم جميعا السيد الأمين العام لولاية تبسة العامرة ليتكرم معي إلى المنصة الشرفية ليقدم تكريمه إلى الطالبة سندس دغبوج، وهي الفائزة بالمرتبة الثانية من فئة 45 حزبا، وترتفع الأرقام عدا وما عد القرآن الكريم إلا للأجور التي يحصلها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بكل حرف عشر حسنات. أدعو الطالب محمد الطاهر الربيع ليتسلم تكريمه من السيد الأمين العام للولاية، فليتفضل بالبقاء معي على المنصة. المكرمون كثر لأن الولاية تنتج كثيرا والحمد لله. محمد الطاهر الربيع يتسلم تكريمه من السيد الأمين العام للولاية، ونشكر هذه الولاية العامرة على كرم الضيافة والرفادة وما ذلك بعزيز عليها. أشكر باسمكم السيد الأمين العام للولاية لهذا التكريم، وأدعو باسمكم ممثل قائد القطاع العسكري حتى يسلم تكريمه للطالب تقي الدين مسعود، وهو الفائز الثاني محمد الفائز الثاني من فئة الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتشنف الأسماع بذكره فلا ينطق عن الهوى، قال: إن هو إلا وحي يوحى، فتتمة الوحي كانت سنة نبوية طاهرة. أشكر ممثل قائد القطاع العسكري، وأدعو نائب رئيس أمن الولاية ليكرم باسمكم جميعا الطالبة نصيرة عزيزي التي ينوب عنها أخوها في هذا المجلس، وهي الفائزة الثانية في فئة الشعر التي نظمتها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تبسة العامرة. للشعر بيان يقول العرب، ونحن في شهر نوفمبر، نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقين، سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا نسوق السفينة. أشكر ممثل قائد نائب رئيس أمن الولاية، وأدعو ممثل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني حتى يقدم جائزة للطالب رذاذ بو عرعار أخوها رذاذ أخوها الفئة الثالثة المرتبة الثالثة من فئة 15 حزبا،
15 حزبا وهي ربع القرآن الكريم بعده وتعداده بما يصل للأجور الوفيرة والذكر الحكيم، فالأجور وفيرة بتلاوات القرآن الكريم. أدعو باسمكم جميعا نائب رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي حتى يقدم جائزة للطالب إيمان يونسي، نعم أخوها أيضا، الفئة الثالثة، أيضا الطالبة المرتبة الثالثة من فئة 30 حزبا. مبارك للطالبة على هذا النجاح والتفوق في حفظها في هذه المسابقة. طبعا حينما نتكلم عن مسابقة نتكلم عن سباق فيه مجموعة من الحفظة. أشكر نائب رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وأدعو السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية ليتشرف إلى منصة التكريم حتى يكرم الطالب شرف جلال لحفظه 45 حزبا من القرآن الكريم وقد أجازته لجنة التحكيم في المرتبة الثالثة، فمبارك له هذا التكريم. تكريم إنما هو رمزي، وحينما نتكلم عن التكريم فهي شهادة ودروع ومبالغ مالية يتلقاها الطلبة تحفيزا لهم للقرآن الكريم. أشكر السيد مندوب المحلي لوسيط الجمهورية وأدعو مدير الحماية المدنية إلى منصة التكريم حتى يكرم الطالب حسام سعيدان الفائز بالمرتبة الثالثة من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ في الصدور لفئة صغيرة حتى يشبوا على تلاوة القرآن والحديث الشريف. نشكر السيد مدير الحماية المدنية وأدعو السيد مدير الشؤون الدينية صاحب الدار وهذه الضيافة وهو ممثل القطاع في هذه الولاية العامرة ليكرم الطالب عبد الله ضويحية الفئة الثالثة من الشعر. أبت الولاية ومديرية الشؤون الدينية أن تكرم الجميع يعني من حفظة القرآن الكريم وصولا إلى من يقولون الشعر مدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تبسة العامرة وأدعو رئيس دائرة تبسة الفاضل ليتشرف إلى منصة التكريم حتى يكرم معي الطالب أو الطالبة لجين فتال، إن شاء الله ما أكون شغلت في الاسم، وهي الفائزة الرابعة بمرتبة حفظ القرآن 15 حزبا. نسأل الله لها وللبقية وللجميع حفظ القرآن كاملا، فالله عز وجل قد يسر حفظه بالبركة. لجين فتال، لجين فتال من فئة 15 حزبا. أشكر السيد رئيس الدائرة وأدعو نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة العامرة، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لمنصة التكريم ليكرم الطالب رائد ودي وهو الفائز بالمرتبة الخامسة من فئة 15 حزبا. فقط للسادة المشاهدين وللحاضرين، تحكيم القرآن الكريم في حفظه صعب جدا بالنسبة للجنة التحكيم، فكما أشير إلي من المديرية أن النتائج جد متقاربة بالنسبة للحفظة وهذا تحفيز للبقية. أشكر نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة. أدعو السيد عضو المجلس الأعلى للشباب في هذا المجلس العامري ليتفضل إلى منصة التكريم حتى يكرم معي ختام هذه الأمسية صلاح الدين سديرة، صلاح الدين سديرة وهو من فئة الحفظة لثلاثين حزبا للقرآن الكريم. وبهذا نكون قد أتممنا كل ما وصل إلى أيدينا من منصة التكريم لثلاث وعشرين مكرما يترأسهم المجاهد لهذه الولاية العامرة الشبوكي. في الختام لدينا بدأناها بالقرآن الكريم، وللقرآن الكريم سطوته وللقرآن الكريم صولته. تحدث المتحدثون والشعراء ومدحوا وأبلغ مدح وأبلغ ذكر وأبلغ مقال وأبلغ كلام، نحن متعبدون بتلاوته فنحصل على الأجر منه، فقد تكلم به البليغ وقد تكلم به الله سبحانه وتعالى. أدعو باسمكم جميعا إلى فقرة الختام الإمام الأستاذ فيصل بحفارة لمنصة حتى يتلو على مسامعنا آيات بينات. فقط للإشارة، الله عز وجل قد قدر في هذه الأمسية أن الشيخ المجاز فيصل بحفارة قد أجيز اليوم في صلاة العصر من شيخه بالقراءات العشر، فليتفضل مشكورا إلى هذه المنصة العامرة حتى يشنف أسماعنا بالقرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. في مسك هذا الختام في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من تبس العامرة، تضرب لكم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف موعدا العام القادم بحول الله في واحدة من حواضر الجزائر العامرة بالقرآن والجهاد في سبيله. إلى ذلكم الحين، في أمان الله.